كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد كل من وكالة عدل ومؤسسة الترقوية العمومي ستبرمج بتاريخ 11 نوفمبر المقبل. وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد رفعت مؤخرا دعوى قضائية ضد المؤسستين المذكورتين لدفعهما لإبرام عقود اكتتاب مع المكتتبين وإسقاط الشروط التعسفية عليهم، خاصة غرامة فسخ التعاقد.